الليلة الثانية عشرة. ربما تكون مسرحية الليلة الثانية عشرة هي أجمل مسرحية كوميدية رومانسية كتبها شكسبير. إن أحداث تلك المسرحية تجري في إيريريا على ساحل البحر الأدرياتيكي، لسان من البحر المتوسط يفصل بين إيطاليا من ناحية ويوغوسلافيا وألبانيا من ناحية أخرى، وهي أرض الشمس المشرقة والضحك وأكثر أشكال الشعر تسلية ولهو، حيث لا يمكن أن يلحق أذى حقيقي بأي فرد ولا شيء يتلف سوى الخيلاء. إن عالم المسرحية يشبه بشكل كبير الاحتفال الذي سميت على اسمه، وهو الاحتفال بليلة عيد الغطاس أو الليلة السابقة له. إن الليلة الثانية عشرة هي ذروة أجازة عيد الميلاد المجيد، حيث ينسى الإنسان عالم العناء والعمل ويغرق في بهجة كاذبة. إن تلك المسرحية من أكثر المسرحيات مرحا وخفة، والشخص الوحيد الذي لا يقر الضحك هو مالفيولو، يصبح هو نفسه مزحة. تبدأ القصة في قصر دوك إيريا الواقع في الحب. إن الإنسان التي يتوجه إليها بعواطفه وهي سيدة جميلة تدعى أوليفيا، تعيش الآن في حالة حداد على أخيها ولا تسمح لأي فرد برؤيتها. وعلى ساحل البحر قبالة إيريا كان هناك عاصفة شديدة، حيث تصل سيدة جميلة أخرى إلى الشاطئ بعد تحطم سفينتها، ويصيبها الحزن على أخيها الذي تعتقد أنه فقد في البحر. هذه السيدة هي فيولا، التي تعتبر واحدة من أروع بطلات شكسبير وأكثرهن جاذبية. وعندما تسمع فيولا بالدوق الذي أضناه الحب، تكرر التنكر في زي خادم له. إن أهل منزل أوليفيا ليسوا في حالة حزن شديد كما ينبغي أن يكونوا عليه، بالرغم من أن أوليفيا نفسها كذلك. ويرجع السبب في ذلك إلى إقامة عم أوليفيا معها بالمنزل، وهو عربيد عجوز سمين يدعى السير توبي بيليش. ولقد وقع اختيار هذا العم بنفسه على خاطب لابنة اخيه، وهو السير اندرو ايجوتشيك، وهو فارس ضعيف الشخصية ولكن حسن النية، وهو يعرف انه احمق بالرغم من انه يأمل بشكل مبهم الا يكون كذلك. كان السير توبي والسير اندرو جالسين مع بعضهم البعض لساعات طويلة يحتسون الخمر، وتقوم اوليفيا بارسال وصفتها ماريا لترى اذا ما كانوا توقفوا أم لا. إن السير توبي يؤكد أنه فقط كان يشرب نخب ابنة أخيه، وهو أقل مقدار من الخمر يستطيع إنسان أن يحتسيه. وينتهي المشهد بأن يتبادل هو والسير أندرو الملاحظات على طريقة لقص كل منهما. إن السير أندرو لا يحب التفاخر، ولكنه يشعر أنه إنسان رائع على حلبة الرقص، حيث يقول: أظن أني أؤدي حركة الرجوع إلى الوراء بظهري في الرقص ببساطة مثل أي رجل في إيريريا. وفيما عدا ذلك فإن هذا الفارس يشعر قليل من الوهن في عزيمته، نظرا لأن الشكوك بدأت تتملكه بشأن إمكانية قبول أوليفيا الزواج منه على الإطلاق. إن دوك إيريريا على نفس الطريق هو الآخر، حيث يرسل خادمه كمرسال غرام نيابة عنه، والخادم هو فيولا التي تبدو شديدة الجاذبية في ملابس الرجال. إن الدوق متوقع من أن مثل هذا الخادم الظريف سينجح في جذب اهتمام السيدة العنيدة ويجعلها توافق على عرض الزواج المقدم منه. وتعذر فيولا في نفس الوقت أنها ستبذل قصارى جهدها، ولكن قلبها ليس مع هذا الموضوع، حيث أنها هي نفسها قد وقعت في غرام الدوق. إن أهل منزل أوليفيا ليس على درجة عالية من النظام بوجه خاص، فمثلا لقد تغيب محرجها بدون إذن، وتؤكد له ماريا أنه سيتم شنقه على هذا الغياب. ولكن فيست، وهذا هو اسمه، غير منزعج، فرغم كل شيء فهو يرى أن الشنق الجيد يمنع الزواج السيء. إنه يعرف أنه بمأمن مع سيدته، لأن أوليفيا لا تأخذ أي خطأ من أي فرد على محمل الجد، وهي متأكدة من هيبتها بما فيه الكفاية، بحيث أن أي عمل هازل لا يمكن أن ينقص من قدرها. وعلى النقيض تماما من أوليفيا مدير منزلها المدعو مالفوليو. إن مالفيليو يختال في مشيته المتكبرة، محاطا تماما براعة إحساسه بأهميته. إنه يحب نفسه بشكل هائل لدرجة أنه يعتبر فيست مهرج وقح، ويستنكر ضحك أوليفيا على النكات التي يلقيها واستمتاعها بمزاحه. إن مالفيليو يقول ذلك مرارا وتكرارا، بينما توضح له سيدته عيبه الرئيسي بالضبط، حيث تقول له: إنك يا مالفيليو مريض بحب الذات، إنك تستخف بخصال مثل الكرم
والبراءة والطبع الحسن وتعتبرها من قبيل المبالغات، ولكن مالفوليو لا يأخذ الأمور التي تتعلق بمكانته بيسر، حيث تتأكد تلك المكانة عندما يكون هناك من ينحني له. ويدخل السير توبي مترنحا بعد أن أسرف في الشراب الليلة كاملة، وقد بر ذلك بأكلة رنجة مملحة. إنه يقول بوجود شاب مهذب على البوابة، ولكنه ما زال سمن للغاية لدرجة أن ابنة أخيه تصرفه لكي يرتاح. حاول كل واحد أن يصرف كذلك الشاب المهذب، ولكن حتى مالفوليو لم يستطع إيقافه إن هذا الشاب يحمل رسالة من الدوق وينوي تسليمها. إن الشاب المهذب هو بالطبع فيولا، وقد حضر كمرسال غرام باسم الدوق، حيث لم يصيبها أي ارتباك أو قلق على الإطلاق من جراء الاستقبال البارد الذي لاقته من أهل منزل أوليفيا. إن أوليفيا ترتدي حجاب، وأخذت فيولا في إرقاء خطبة رائعة، ولكنها قطعتها بنفسها، والسبب في ذلك يرجع إلى أنها لا تريد أن تضيع تلك الخطبة على الشخص الخطأ. وتقترح أوليفيا اختصارها، وتعترض فيولا على ذلك أيضا قائلة: لقد أنفقت وقتا ومجهودا كبيرا في إعدادها لأجعلها كالشعر في أسلوبها وبلاغتها. وفي النهاية تستسلم أوليفيا وتصغى لها. أما فيولا فتخبرها بالطريقة التي كانت هي نفسها ستتبعها إذا كانت غارقة في حب شخص مثل الدوق، وهي بالفعل كذلك، حيث تقول: اجعليني كوخا من الصفاف عند بوابتك، ونادي على روحي من داخل المنزل، اكتبي كلمات مخلصة عن الحب المتجاهل، وغنيها بصوت عالي حتى في قلب الليل، ورددي اسمك على التلال التي ترجع الصدى، واجعلي الصرصرة المستمرة للهواء، تصرخ قائلة أوليفيا. إن هذا الكلام به منطق قوي يجعله ينجح بشكل زائد عن الحد، وينتج عن ذلك أن لا تقع أوليفيا في غرام الدوق، ولكن في غرام خادمه اللطيف ذو الحجة المقدمة. وعندما تتصرف فيولا ترسل أوليفيا مالفيليو وراءها بخاتم، وفي نفس الوقت يصل أخو فيولا الذي اعتقدت أنه غرق إلى إيريريا بصحبة الرجل الذي أنقذه في البحر. إن اسم الأخ هو سيباستيان، ونظرا لأنه توأم فإنه يشبه أخته تماما. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل في منزل أوليفيا، حيث كان السير توبي ينعم بوقت رائع، حيث أصبح شبه سمل وأخذ صدع عربدته يتردد في جنبات المنزل. إنه في حالة مزاجية مناسبة للغناء بصوت عالي حماسي، كما أن فيست والسير أندرو أخذ في تشجيعه. ويدخل مالفوليو في مهابة ساخطة يسكتهم جميعا، ولكن صوته لا يكاد يسمع وسط دندنتهم المفعمة بالحيوية. إن محاولاته لإسكاتهم تصيب السير توبي بالجنون، مما يجعلهم يتمادون في إزعاج ذلك الرجل الرابط الجأش، حيث أن مالفوليو مصاب بخطيئة الاعتقاد بأن أخلاقه أسمى وأفضل من الآخرين، ولذا لا يستطيع أن يتخيل سلوك أرفع من سلوكه. وكما يقول السير توبي له: هل تظن لأنك رجل فاضل أنه لن توجد خمول ومزات بعد الآن؟ وحتى ماريا التي كانت تحاول إسكات الثلاث رجال المعربين بنفسها تقف في النهاية في صفهم ضد مالفوليو، وتصرخ بعد رحيله قائلة: اذهب واغلق أذنيك. إن ماريا بالفعل منزعجة من مالفوليو، لقد نالت ما فيه كفاية من وعيه بصحة رأيه واستقامته، وكذلك إعجابه المتفاخر بأساليبه، ولذا قررت أن تلعب عليه حيلة. إن خطها في الكتابة يشبه تماما خط أوليفيا، ولذا تخطط لكتابة خطاب يجعله يظن أن أوليفيا تحبه، ولن يجد ماليفيو صعوبة في تصديق ذلك، لأنه كما تقول ماريا يظن بأنه مكتظ بالصفات الرائعة لدرجة أن كل من يراه يقع في حبه. وهكذا، لماذا لا ينبغي على أوليفيا أن تحبه في حين أنه يحب نفسه بإخلاص شديد؟ وفي غضون ذلك كان الدوق يقضي وقته في الاستماع إلى أغنية قديمة تتحدث عن براءة الحب، وكذلك في وصف عواطفه بالتفصيل لخادمه الجذاب. كانت فيولا تصغى إليه، ولكنها كانت تعرف عن الحب أكثر مما يعرفه الدوق، حيث كانت تعرف كيف تحب في صمت. كتبت ماريا خطابها وختمته بختم أوليفيا، ثم ألقته بشكل عفوي قلب ممشى الحديقة. كان السير توبي والسير أندرو مختبئين خلف شجرة مع أحد أهل المنزل الذي يدعى فاليبيان.
وقد شاهد ثلاثتهم عدوهم يتمشى مختالا. كان مالي فيوليو مستغرقا في حلم اليقظة المفضل لديه الذي يرى فيه نفسه متزوجا من أوليفيا، حيث يصبح سيد المنزل الذي يأمر الخدم ويلقن العم توبي درسا في عيوبه ونقائصه. كان السير توبي الساخط على وشك الانفجار في مكمنه من جراء اضطراره إلى التزام الصمت والإصغاء إلى مالفوليو، وهو يحدث نفسه عن ذلك الحلم، ولكن المكافأة جاءت سريعا عندما انحنى مالفوليو والتقط الخطاب. لقد أنجزت ماريا عملها بشكل جيد، إن الخطاب يشبه تماما الخطاب الغرامي الذي يمكن أن ترسله امرأة تحب مدير منزلها، حيث يمتلئ بالحذر ولكنه يكشف عنها ما به، حيث تقول فيه أنني أعلى منك ولكني لست خائفة من العظمة. هناك من يولدون عظماء وهناك من يحققون تلك العظمة وهناك من تفرض عليهم العظمة. ويستمر الخطاب في إسداء النصائح إليه بشأن كيفية بعث السرور إلى قلبها، فمثلا عليه أن يبتسم باستمرار، حيث تقول له في حضوري استمر في الابتسام يا حبيبي العزيز، كما يجب عليه أن يرتدي جوارب صفراء وعقد رباط ساقه، لأن مثل هذا الزي يجعلها تشعر بسرور شديد. وهكذا يرى مالفوليو حلمه أخيرا يتحقق، حيث يقول سوف أبدو غريبا وبدينا في الجوارب الصفراء والرباط المعقود حتى لو تحركت بسرعة بهذا الزي. ولكن مالفوليو يشعر بشكل عملي بأنه قدمنا الزواج من أوليفيا بالفعل، لذا يغادر خشبة المسرح، بينما أخذت ماريا تحملق فيه وتتأمله بسرور شديد، حيث تقول إنه سيذهب إليها مرتديا جوارب صفراء وهو لون تمقته بشدة، كما أن عقد رباط الساق هو شكل لا تحبه على الإطلاق. إنما سيحدث حينئذ يستحق المشاهدة في رأي ماريا. يرسل الدوق فيولا مرة أخرى لكي تدافع عن طلبه الغرامي، وتستقبلها أوليفيا هذه المرة عن طيب خاطر، ومن الواضح لكل أفراد المنزل أنها وقعت في غرام الخادم الجذاب، مما يصيب السير أندرو إجيوتشيك بالسخط الشديد. إنه هو نفسه يأمل في الزواج من أوليفيا، ولذا كان يقوم بإقرار السير توبي بسخاء مقابل توقع حدوث هذا الأمل قريبا. ويشير السير توبي إلى أن عليه أن يتقدم بمجرد أن تظهر أوليفيا ميلها للخادم، وباستعمال بعض الدعابات البارعة يجعل ذلك الفتى يخور صامتا. ونظرا لفشل هذا الأمر، لم يعد هناك شيء آخر سوى تحدي الخادم لمبارزة، وهي مسألة مرعبة بالنسبة للعديد مثل السير أندرو. وفي نفس الوقت كان أخو فيولا يتجول في المدينة كسائح، أما الصديق الذي أنقذه من حطام السفينة فلم يستطع أن يصاحبه في تلك الجولة، نظرا لأنه مشهور في إيريا بأنه قرصان، ولذا لا يجرؤ على الظهور في أي مكان بها، ولكنه يقرض سيسبستيان بعض المال في حالة إذا ما رغب في شراء أي شيء، ويتفق معه على مقابلته في الضواحي. كانت أوليفيا في حالة مزاجية كئيبة نظرا لأن الخادم لم يبادلها الحب، وتقرر أن الوقور المهيب مالفوليو هو أفضل رفيق في حالتها تلك، وترسل في طلبه، حيث يدخل مرتديا الجوارب الصفراء راسما ابتسامة خالدة على وجهه بالرغم من إحكام رباط الساق المشدود على رجليه، ويقوم بتحيتها بما يشعر بأنه أفضل أسلوب، حيث يقول أيتها السيدة الجميلة ها ها. أخذ مالفوليو يتبختر مرحا مشيرا إلى الخطاب عن عمد، كما أخذ ينادي أوليفيا بمحبوبته وهو في حالة من البهجة جعلت أوليفيا تقتنع بأنها تتعامل مع مجنون، ونظرا لأن أوليفيا امرأة طيبة القلب فهي تتركه في رعاية السير توبي الذي يعامل مالفوليو كما لو كان طفل معتوه، حيث يقول عنه يجب أن نتعامل معه بلطف. كان السير أندرو أجيوتشيك يواجه متاعب هو الآخر، حيث عزم في النهاية على مبارزة خادم الدوق، ولذا أخذ يكد في كتابة تحدي له. يقوم السير توبي بإرسال السير أندرو إلى الحديقة للبحث عن فيولا، وبمجرد أن تصل إلى المنزل يخبرها توبي بلطف أن السير أندرو يتأجج غضبا، حيث يقول لها إنه شيطان في مشاجرة خاصة، كما أن لهيب غضبه لا يمكن إطفاؤه في تلك اللحظة، حيث لا يمكن إرضاؤه إلا بوخزات الموت والقبور.
كانت فيولا تنظر إلى تنقلها قابل على أنه شيء غير مريح، ولكن ليس كذلك في تلك اللحظة، ويرجع ذلك إلى أن فيولا بالمثل لم تكن تعرف من أي طرف يتم الإمساك بالسيف، كما لم تكن مستعدة على الإطلاق لمبارزة السير أندرو الشجاع، وبالمثل كذلك فالسير أندرو مرعوب ويفكر بتفاؤل في تقديم حصانه قرشوة لخادم الدوق إذا رفض مبارزته، ولكن المبارزين الكارهين لهذا الأمر يقتنعان في النهاية بمواجهة بعضهم البعض بسيفين في يدين ملتعشتين. وفي تلك اللحظة يدخل صديق سيسي بستيبيان وينخدع في فيولا حيث يظن أنها أخوها التوأم ويحاول التدخل في المبارزة، ولكن ضباط الدوق يلقون القبض عليه بوصفه قرصان ويتوسل إلى فيولا أن ترد إليه المال الذي أقرضه إياها، ولكن من الطبيعي أن لا تدري فيولا شيئا عما يتحدث عنه بالرغم من أنها على استعداد أن تعطي نصف المال القليل الذي بحوزتها عن طيب خاطر. ويقتاد ضباط الدوق ثم تأخذ فيولا في التفكير فيما قالوا وتبدأ الشكوك تساورها في أن أخاها حي. يرى السير أندرو أن الخادم جبان ولذا يستجمع شجاعته قائلا سوف أكرر عليه مرة أخرى وأهزمه، ولكن لسوء حظه يواجه شقيق فيولا وهو شاب قوي يقوم بضربه على رأسه، ويصاب السير أندرو بصدمة شديدة من مثل هذا السلوك الصادر من الخادم، حيث يقول سوف أرفع دعوى اعتداء عليه إذا كان هناك أي قانون في إيريريا، وبالرغم من أني قد ضربته أولا فإن هذا لا يهم. وتسمع أوليفيا بالاضطراب الحادث وتطلب من سيبستيان الذي تظن أنه الخادم بمرافقتها لكي يتزوجها، أما سيبستيان فرغم ارتباكه يبتهج ويوافق. كان مارفوليو مقيدا في الظلام حتى تهدأ ملكاته الذهنية، أما فيست فقد تنقل في شكل قصيص وذهب لزيارة المجنون لكي يقنع الشياطين بأن تتركه. إن فيست يعشق المال لذا ينجح مالفوليو في النهاية في رشوته لكي يحضر له حبر وورق ليستطيع كتابة خطاب إلى أوليفيا. وفي الشارع أمام منزل أوليفيا تجد فيولا نفسها متورطة في سلسلة كبيرة من المآزق، إن صديق سيستيان يتهمها بعدم العرفان بالجميل لرفضها رد نقوده، وتخبرها أوليفيا بأنها قد تزوجت منها منذ قليل، والسير أندرو أوغوتشيك يتهمها بكسر رأسه، إن كلهم جميعا قد عاملوها بشكل خطأ على أنها سيبستيان الذي يحل دخوله كل تلك المشاكل برمتها. وتستطيع فيولا المنشرحة الترحيب بأخيها المفقود الذي اعتقدت أنه مات، ويدرك الدوق كذلك أنها هي التي في الحقيقة يحبها. أصبح كل واحد سعيد فيما عدا مالفوليو الذي يستعيد حريته من خلال خطابه إلى أوليفيا، ثم يكتشف الدقة التي تم خداعه بها، ويناشد فابيان نسيان الأمر حيث أنه لم يكن سوى دعابة، ولكن مالفوليو لن يكفر مثل هذه الإهانة المواجهة لمكانته، حيث يقول سوف أنتقم منكم جميعا. وهكذا يظل شموخه وعناده كعدو للضحك حتى النهاية، ويكون الدوق الذي لا يود أن يكون هناك أحد غير سعيد بإرسال صانع سلام خلفه، والسبب في ذلك أنه لا ينبغي على أحد أن يغضب في إيريريا. وهكذا تنتهي المسرحية في مرح وأغنية أخيرة.